يستأنف مكتب التحقيقات الفيدرالي تنسيقه مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن تعديل المحتوى قبل انتخابات عام 2024، بعد أن وجهت المحكمة العليا ضربة إلى دعاة حرية التعبير الذين يزعمون أن التعاون الوثيق بين الحكومة الفيدرالية وشركات التكنولوجيا الكبرى ينتهك التعديل الأول. وبحسب مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، فإنه في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية مورسي ضد ميزوري، سعت إدارة بايدن إلى فرض الرقابة على المعلومات التي تعتبرها معلومات تأثير أجنبي خبيث، مستشهدة بالإشاعات التي كانت في وقت كورونا. فريق عمل التأثير الأجنبي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي سيتكلف الآن ببناء علاقات مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يتعين عليهم إبلاغ منصات التواصل أن المكتب لا يتوقع منهم اتخاذ أي إجراء معين ردا على المعلومات التي يقدمونها. كل هذه الخطوات تأتي بعد فضيحة الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، فقبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وقع 51 مسؤولا استخباراتيا سابقا على رسالة تشير زورا إلى أن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن كان تضليلا روسيا، ما دفع فيسبوك وتويتر سابقا إلى خنق نطاق القصة على الفور. واعترف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ لاحقا بأن منصته قمعت القصة بعد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي.